حد يسالني يقول لي طب الفريق عبد الفتاح السيسي الامير رئيس الجمهوريه هيعمل ايه؟ هقول له لا، اصل الخريطه بتاعت مصر، الرؤيه الاستراتيجيه بتاعت مصر والكاتالوج بتاعها واضح خالص. واضح في ايه؟ تعالوا نشوف احنا واضح في ايه. لما مصر قامت ثوره 52 اهدافها كانت ايه؟ القضاء على كل ما مسالب وسلبيات اللي غرسها الاستعمار البريطاني في مصر، واولها هذه الجماعه الخائنه والتي تسمي نفسها بالاخوان المسلمين، وهي تنظيم ارهابي خلقه الاستعمار البريطاني في مصر عام 1928 لتمزيق النسيج الاجتماعي المصري اللي هو اهم مكون رئيسي للشعب المصري. بعد كده اقامه جيش وطني قوي. بعد كده التنميه الحقيقيه المستدامه. طيب حاولوا هم من خلال الاعداء الداخل اللي هو الاستعمار البريطاني في الوقت ده ان هو يوقف حركه المد الثوري، تجربه جمال عبد الناصر يضربها. امريكا امرت البنك الدولي انه ما يديش لمصر كارد عشان نبني السد العالي. الزعيم عبد الناصر امن قناه السويس وبنى السد العالي. بداوا يحركوا القطيع بتاعهم الداخلي، موضوع توظيف الاخوان يا جماعه داخل مصر لضرب الدوله المصريه مش حديث الساعه، مش النهارده ولا امبارح، ده تاريخ قديم من ايام من اول ما بداوا، وهم ناس اصلا مرتزقه. يعني كنت تلاقيهم مره مع الملك فاروق الحرس الحديدي، مره مش عارف مع مين، مره ضد حزب الوفد. فلما نبص على حركه، يعني احنا عايزين بس عشان يبقى الكلام مش فيه تجني على حد وكده، لما نيجي نبص على حركه زي حركه الاخوان المسلمين، بص على التاسيس، بص على الادوار اللي مرت، الادوار اللي مرت بقى بعد كده. واستطاع عبد الناصر ان هو يقضي عليهم تماما حتى اتت نكسه 67 اللي هي كان معناها ان الاستعمار الغربي ادرك تماما ان هزيمه مصر مستحيله من الخارج. حصلت نكسه 1967، والنكسه ديت ما كانش عشان عبد الناصر في شخصه، لا، عبد الناصر كرمز زي السيسي بالظبط. النهارده احنا بنتكلم عن السيسي، ما بنتكلمش عن شخص اسمه عبد الفتاح السيسي، لا، بنتكلم عن قائد عسكري مصري يفهم ويدرك معنى الامن القومي المصري. واي تحدي خارجي لمصر بيبدا بضرب الجيش اولا، باعتباره العمود الفقري للدوله المصريه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا النهارده، طيب لما نيجي نبص من بدايه، من بعد 11 فبراير وبدات كل الامور، تم تحويل النشط ما يسمى بالنشطاء مع الاخوان المسلمين مع التيار التدين الظاهر الزائف في ضرب الجيش. هو الفريق عبد الفتاح السيسي كان يعني ليس له ما يبرره بالوقوف مع الشعب المصري؟ لا، هو انت بعد ما تخطف 7 جنود مصريين في شهر مايو اللي فات ده وتزايد عليهم، ده اسمه ايه؟ لما اللي بيحصل في سيناء حاليا يحصل، ده اسمه ايه؟ لما يقاف التنميه في سيناء تم بهذا، ماذا يسمى ذلك؟